السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم مباشر على الهواء من الشرقية. برنامج كلام الناس من المنصور، هذا اليوم برنامج كلام الناس لأول مرة في المنصور. لا يعني دائما نطلع من المنصور بس ليلا، هذا اليوم صباحا لنلتقي بأهالينا الكرام بناء على طلب الأحبة وإخوتنا اللي باب رزقهم هذا الوحيد، اللي ما عندهم راتب من مكان آخر. ولكن الآن أغلب مناطق العراق تتعرض لإزالة البسطات. نعم، نحن مع الظواهر الإيجابية ومع جمالية المدن، ولكن هنالك مسألة أكبر. البلد يتعرض لبطالة، لارتفاع في الاقتصاد، بالإضافة إلى معاناة المدخول الشهري وأزمة السكن وارتفاع أسعار بدل الإيجار. كل هذا يتساءل المواطن، طالما أنت قررت بإزالته يجب أن يكون هنالك البديل أو هنالك خطة ترسم لإسعاف الناس وإنقاذهم. ولكن القرارات المستعجلة هذا ما يؤثر إلى ردة فعل كبيرة رغم ارتفاع درجات الحرارة والأزمات اللي نتعرض لها. فاليوم احنا قررنا نتواجد في المنصور بناء على طلب. عمي شلونك؟ زين. طيب؟ الحمد لله. شو اسمك؟ كريم. كريم، كريم انت هسه اطلع مو؟ اي. تشتغل؟ ويا ابوي. ايش تشتغلون؟ بسطياتنا هذيك. بسطيه مال شنو؟ مكياج. مال مكياج. كوزمتك. كوزمتك؟ اي. عمي انت مو هين يا كريم. ويجون هاي البنات وتسولف لهم على الكوزمتك لو ما تعرف بالمواضيع هذه. لا اعرف. تعرف؟ اي. مين بضاعتكم تجيبوها؟ من الشورجة. من الشورجة. جيبوها بألف هنا تبيعوها ب10,000. لا. ها شنو؟ أغلى شيء 10,000. ها؟ أغلى شيء 10,000. أغلى شيء 10,000. قد تربحون على الشغلة هاي؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو مشكلتكم هنا عمي؟ مو مشكلة. البلد. لا هو يربح كريم. كريم شجاع. عالبلديات يريدون يشيلون هاي البسطيات، وهي على هاي البسطيات مو أكثر من عائلة عايشة، عائلة عائلتين ثلاثة. والإيجارات قاعدة تصعد، والرزق منين يجي؟ إجوكم هم؟ إجوكم قالوا لكم؟ إيه قالوا لنا. قالوا لكم؟ قالوا لنا الحين نشيل هاي البسطيات ونفتح الشارع. الله مشكور مشكور. أنت تجي يومية الصبح تشتغل على باب الله ها؟ إيه. ليا ساعة تبقى؟ لثمانية. ثمانية بالليل. ثمانية ونص تسعة هي. إيه. وين أهلك؟ وين بيتكم؟ بالحرية. إيه والنعم. إحنا مجن الحرية هواي. أدري. يدري بعد ها؟ ليش ما نسوي لك كوزمتك بال على قولتك كوزمتك؟ شنو يعني كوزمتك؟ هو مكياج. حلو، ليش ما تسوي بالحرية؟ ما نسوي بالحرية. لنا أحسن. لنا أحسن. مشكور، السلام عليكم. حبيبي. عليكم السلام. مشكلتكم عمي؟ والله إحنا مشكلتنا جونا كتمونا قطعة إزالة البسطية ويريد يفتحون الشارع. أول شيء هذا الشارع هو مقدمي فرعي. من يمتى مسدود هذا الشارع؟ من صار له 16 سنة. صار له 16 سنة مسدود الشارع. هذا 2003. وقاعدين هنا من فضل الله زين، والله رازقنا شويه لانه ولعيالنا زين. وهسه اجوا قالوا اريد نفتح شارع. هو شارع مو خدمي، هو شارع فرعي، هو شارعين هذا وذاك اليوم سيد الحليب. هذا شارع مسهام العبيدي. اجوا قالوا يا بده تشيلون زين. احنا بهيك عمر وهيك وضعيه وهاي الوضعيه مالتي، ومن غير اللي 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 جماعتي 90% اللي قاعدين بها ايجارات بيوتهم، بيوتهم ايجارات، بيوتهم ايجارات. يقول له اطلع من هنا او تعال انت روح حير بروحك زين. هذا ابو الملك اذا اجى وقال له اعطيني مال هذا الشهر، شو يريد يقول له؟ وش يريد يسولف؟ احنا ما عندنا غير الله والحكومه الطيبه ودكتور عادل عبد المهدي. انا هذا كتابي، هذا كتابي اني 80% عواقي، وهذا ابني الكبير اللي كنت تسولف. ابنه. هذا ابني الكبير اللي تسولف وياه، هذا هو الكبير، وهذا كتابي 80% عواقي. 80%. هذا الراتب مال الرعايه؟ الرعايه كل شهرين 300، وانا 6 نفرات، وهاي بطاقه التموين موجوده مالتي، 6 نفرات انا. وهذا الكبير مالتي على 3 بنات. زين شو؟ اريد من الله ومنهم. اريد من الله ومنهم، ومن دكتور عادل عبد المهدي هو ابونا بعد. هو صار ابونا. ومن شو اسمه الامينه اختنا على راسنا. خلت تريث بهذا الموضوع. الله يخليها خلت تريث. لأن وين نطي وجينا؟ وين نروح؟ وكلهم باع الشيبة الوراك كله 70 سنة وستين سنة وثمانين سنة. زين هذا شلون هذا؟ من يشغلك ومن يباوع لك ومن اللي ينضيك؟
وعلى هالوضع هذا اللي تعبان، الوضع هذا التعبان يا ابو الاستاذ علي، نريدها من الله ومنك توصل صوتنا. والله شوف احنا بصراحة هذا البرنامج قرر ان يكون هو صوت الناس. نعم. لان احنا بنشوف مشاكل الناس وهمومهم. في بعض الاحيان واحد عنده مشكلة بغض النظر هو يسمع وما ينفذ هو كذا، لكن احنا كواجبنا المهني الاعلامي ان احنا ننقل صوت الناس. قررنا ان نتواجد يوميا في مكان ومنطقة، بحيث البارحة يمكن احد الاخوة اتصل بينا فورا قلنا للشباب يتصلون وحتى نجي ننقل صوتكم. بالتالي انا متأكد وعاهدك المسؤول يسمع بكلهم يسمعون، ولكن التنفيذ بعد هذا ان شاء الله يسمع. يعني ان شاء الله بس اقول لهم شغله واحده ان شاء الله، ان هم يجوا يدقوا القطع، خلونا قطعه هنا وقطعه هناك. اوكي دقوا لنا قطعتين سته خلوا هناك هماتين، اي خلوا هناك هماتين. اجينا انت من خليت قطعه غير تجي، يعني مثلا علينا مثلا ثاني جيت عرفت شغله بالمحل اقول له اعطيني هاي الشغله، خلاها وراح مو يمنا. احنا عزلنا شنه جوالاتنا وين رحنا؟ للامانه رحنا للبلديه العفو، من ساعة بالتسعة الصبح لحد ساعة ثنتين ولا واحد طلع عنا ولا مسؤول. الجندي يقول لي هذا المسؤول هي تفات من هنا، يقول لي لا مو هو. أقول له الوكيل يقول لي لا مو هو. أربع ساعات إحنا بالشمس مثل التلال حش السامع، يجيب منا بينا ويودي منا بينا، دزونا الغير مكان، روح لفلان مكان، رحنا ذاك المكان يابا إحنا جينا، يقول روح على شكاوى المواطنين، رحنا شكاوى المواطنين ورحنا وين بعدين للمكتب مال دكتور عادل عبد المهدي، دزونا يم عمليات بغداد، رحنا لعمليات بغداد، اخر شيء رجعنا ماكو نجده، ماكو اي نجده، ما حد يقبل يقول لنا فد مكان انه روح انت فلان مكان حتى احنا نعرف نتصرف. انت خليت القطعه ورحت، احنا شنو ذنبنا؟ احنا هسه يعني اذا خلونا القطعه احنا صارنا ثلاث ايام اربع ايام ما حد نايم، يعني حتى ما حد الى واس يبيع، راس الشهر قرب، واحد مين يطي ايجار؟ مين يجيب فلوس؟ مين يروح يسدد الدين اللي عليه؟ ابو شورجي خابر يريد دين، ابو الايجار خابر يريد ايجار، اقول له اني خلونا قطعه، يقول لي هاي القطعه هسه انا ما لي علاقه، انت متى تاخذ عندي بضاعه هماتي؟ انا اقول لك خلوا قطعه، يعني احنا شلون وين نروح؟ هاي شباب كليتهم. وثاني شيء احنا ما يوفرون اي شيء، احنا لا شمسنا شمس، لا شتانا لا العفو لا حرنا حر، لا شتانا شتاء، هاي سقفيات درجه الحراره 50 واحنا هنا جواها جواها، احنا والله جواها، والله كفيلك الله على البنكه على البنكه، احنا على البنكه زين. وبالشتاء قاعدين يجي في سبيل شنو؟ في سبيل انبياء العالم. من 2003 لحد هسه احنا 2019 مثل يوم ثارت طلقه بهذا السوق كليته زين، هذا الشارع وذاك الشارع. ب 2010 صارت حادثه مال اهل الذهب، احنا كنا موجودين زين، احنا كليتنا ايد بايد، احنا يطب غريب هنا بالسوق نطلع نروح على القوات الامنيه، هاي الشرطه هنا والحرس من هناك، وللذهب بذاك الشارع. ماذا يوم صار صار له هذا السوق؟ هذا السوق قديم كلش زين، بس لحظه علاوي لحظه، هذا السوق كلش قديم زين، بال 2003 هو طبعا من يعني من ذاك الزمن، بس بال 2003 بدينا نفتح زين، ولحد الان احنا موجودين، واحنا ترى ولد البلد، يعني احنا ولد عوائل، احنا ما نقدر نروح، ما يعني ما اقدر اني اروح اسرق وانهب وابوك، انا بالنيابه على هذول اصدقائي كليتهم، انا هذول اصدقائي سووا اكثر من اهلي، يعني انا اذا اجي هسه داسني الشفل انا وين اطي وجهي وين اروح؟ احنا ترى عراقيين، انتوا شنو؟ عراقيين شنو انتوا؟ احنا هسه هاي شنو هاي؟ هاي زي زوم لي علي، هاي شنو هاي؟ هاي مو الجمهوريه العراقيه؟ احنا عراقيين عمي، وين نروح؟ وين نطي وجهنا؟ المن نحكي احنا المن؟ اذا قال شيلوا انتوا فاحنا راح نروح نبوك، يعني يقبلون هسه انا ابوي او ابوك او ابوك او ابوك يقبل يطلع بالخط الاحمر؟ ما يصير ما يصير، احنا ولد عالم، احنا ولد عائله زين؟ يعني احنا المن نطي وجهنا؟ وين نروح؟ وين نطي وجهنا؟ بس قول لي وين نروح؟ انت قول لي روح لفلان جهه، انا اروح مستعد انزل على قندرته. ما يصير هيك حكي، احنا وين نروح؟ وين نطي وجهنا؟ احنا يعني مثلا انت من تجي قلت لي هيك وقلت لي هيك وقلت لي هيك وخليتني بظرف سبع ايام، وجيتني يوم خميس، جمعه عطله، وسبت عطله، والاحد، زين انا هسه من اكمل انا راح اروح هسه راح نروح احنا وين؟ راح اروح فلان مكان، من فلان مكان راح يتزون نفس الشيء، شو نسوي بعد؟ ان الله ان الله شو نقول يعني بعد ان الله هاي بعد يعني ما عندنا غير رب العالمين. هو المكان مغلق يعني مساحته 200 متر، هاي اعتبروه تراث. هسه بكل دول العالم حتى بلندن اللي ارقى مدينه بالعالم اكو تغلق ويسوون اكشاك وتؤجر هاي الاكشاك يسوي سقف يحمي سوق الحميديه مرتب، كل دول العالم ابيها هاي الاسواق. هذا السوق اذا انفتح طبت سياره لا سمح الله يعني هو مغلق محلات مو مساحته كبيره مأثره على
يعني مدينه احنا ويه مدنيه احنا ويه الحضاره على راس اجمل اجملها اسوي سوق اسقفه هذا السوق الوحيد اللي بالمنصور حلو هو حلو هو جميل مو مثل المنصور مو مثل الرواد مفتوحه اسمح لي استاذ علي انت انسان محترم وقناتكم موقره محترمه احنا مو قصه الناشد عادي عبد المهدي احنا ضد احنا ضد التخلف احنا ويا الحضاره احنا حضارتنا 3000 سنه استاذ علي سوق مغلق سوق مغلق صار له 20 سنه كلهم اخوه بالله بالطائفيه وكلهم بالحشد الشعبي هذا يروح يقاتل هذا يروح يقاتل ويخلي عامل بالشنبر وحق للحسين وحق الزهراء ما اقول لك غير شغله حق الله هذا اللي خلقك وخلقني هذا سوق مغلق احنا متعايشين صار لنا 20 سنه هذا سوق مغلق مو مساحته كبيره مأثره على حركه السير طبت سياره لا سمح الله هنا فتحت هو سوق يعني محلات ضيق مو تقول كبير مو تقول مفتوح رتبه مشكوره امانه بغداد واستاذ علي ما يقصر وخوش انسان وينظف ويسوي الله شاهد علي شويني علي جار الله مدير امانه بغداد ما عنده فد مشكله انسان انسان محترم وكلنا نعزه ونحترمه ما عندنا مشكله وياه بس القصد مالتي هو استاذ مطر امانه بغداد امانه بغداد ينظف الرجال انسان محترم يريد ترتيب احنا وياه مو ضده بس استاذ علي بس كلمتين هذا السوق مغلق مو سوق مفتوح ياثر وحلو ناس تجي من كل محافظات بغداد كل محافظات بغداد هو شارع ضيق ودائما ارتبه استاذ علي هي ترى مو 300 عائله تقريبا بلندن بباريس انا رايح استاذ علي حتى استاذ علي اكو شوارع طبعا صحيح هي مفتوحه مؤثره بس هذا مغلق هذا بعدين هنا كل عوائل هذه المناطق المنطقه هذه والمناطق المجاور هنا العوائل تجي طيب بعدين يعني مو بالضروره واحد يطب للمول اكو ناس ما تطب للمول مولد الرسول تعال شوف بالعيد واسعار حلوه رخيصه جدا يعني واحنا نشكرك استاذ علي نشكرك الله يحفظك الله يحفظك علي صاحب محل يعني اي طبعا يعني مو يعني بس هي 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 قضيه تشمل الجميع شوف هذا المكان معتاد عليه العوائل يجون يتبضعون ويتمشون والمكان رخيص تجي انت تغلقه وتحوله تعال حبيبي شلونك طيب شو اخبارك الحمد لله شو اسمك انت علاو علاو بحسيني وكل علاو هنا علاوي ها كلها علاوي وين بيتكم علاوي بالوشاش وشاش ايه ايه وشاش هذه ها؟ ايه ايه لا لا قريب قريب مو بعيد. ايه علاوي وش تشتغل؟ لا 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 ساعدوني. دايم معوق او ولي. ايه هو يساعد ومساعد مساعد. ايه ايه شنو الاخبار؟ الحمد لله على الله. ايش قد عمرك علاوي؟ اه؟ 27 من 92. عمرك 27؟ ايه ايه من 92 بس انا منيتي ضعيفة. يعني من ولادة. هاي ودليها سوت عملية ودليها سوت عملية ما صار كان عندي راتب وانقطع ماكو رجعت عليه ماكو ما شاء الله الله يعطينا الصحة والعافية ونقوم لك بالواجب حاضر انا شنو ممكن اقدم لك حاضر شنو محتاج احنا حاضرين محتاج راتب ان شاء الله ليش ما قدمت على الراية؟ قدمت ماكو قلت اقدم ماكو وانقطع كان عندي راتب وانقطع من زمان قدمت عليه يقولوا ماكو ليش عمي؟ مو مال رجعت عليه لا هسه مقابل لك وزارة العمل الآن ما رجعت عليه نسوي موعد مكتب الوزير ها عمي رجعت عليه قال ماكو ماكو شيء ثلاث مرات يا سنة قطعوا من زمان يعني كان عندي راتب من زمان يعني ما أتذكر يعني كان عندي مال راتب ايش قد العجز مالتكم ايش قد؟ ما أعرف أنا ابقى هنا ونرجع لك هم اسمك علاوي؟ لا احمد والنعم منك ابو والنعم منك ايه والله احنا يعني هنا كنا عمال وكنا عيشتنا على الجنابر يعني ما عندنا مصدر عمل ثاني او تعيين او شيء قدمناه الحكومه يعني يعني ما نعرف ايش نحكي يعني جت اخبار على العراقيه وجت قناه انا ار تي وجت قناه اسيا يعني بزعنا من الحكي ماكو صوره حل ماكو شيء بديل العالم هاي والناس كلها متعوده على السوق بسبب الرخص بسبب سوق ما بي ناس مو خوش اوادم بس السلام عليكم بس ما نعرف يعني وين يريدون يوصلونه الحكومه مثلا ما ندري وين يوصلونه
يعني ماكو يعطونا شيء بديل لها. مدى ما نعرف يعني نقتل نسلب ننهب ودي وصلنا هيك مرحله. استاذ علي زين مشكوره بشهاده. احنا عندي محل على الشارع العام. حلو، انا صاحب محل، يعني الولد ترى ثلاث ارباعهم اخوان واكثر من اخوان، اصدقاء واخوان. يعني احنا هالمحلات ثق بالله، يعني هو السوق معروف 70% يجون العالم علي على البسطيات، يعني معروف في الرخص. يعني حتى احنا هالمحلات اذا تنشال البسطيات احنا ننظر اكو هيك معلومه، انت تعرف شلون. وثانيا يعني انت تشوف درجه الحراره قد عاليه، والله العظيم حر، يعني حر بشكل مو طبيعي، وكلهم متحملين خطيه والله وقاعدين على باب الله. يعني ماكو غير حل، ماكو يعني فد شغله ثانيه، يعني وين يروحون؟ وثق بالله، ثق بالله، هذا تفتر عليهم هسه شخص شخص، ثق بالله 80% كلهم شهادات، الله شاهد يسال علي، يعني كلهم شهادات. يعني مو تقولين مثلا جايين من مكان او ما عنده شهاده او ما احترامي لك ناس متخلفه، بالعكس والله العظيم، يعني والله كل واحد شهادته بطوله، الله شاهد. بس شو تسوي؟ يعني الحل ماكو غير حل، ماكو غير وضع. يعني هم هذول خطيه، هاي تشوفها، يعني هاي شوفت عينك، شوف هالشباب، ثق بالله فوق ال 2000 عائله، ترى تهد تصور جزء مربع، عسى التصوير بده يكون كله يعني مربع هيك صغير، انت عندك بعد سوق جو وعندك بعد ذاك الفرع العفو. يعني ما اعرف، يعني ما تدري موضوع، يعني صدق يوقف العقل. زين انت من دقيت هاي القطعه ما فكرت بهاي العالم وين تروح؟ هاي الشباب وين تروح؟ وين تروح؟ وثانيا اضافه الى ذلك سوقنا يعني ما في يوم صارت فيه مشكله، ما في يوم صارت فيه فد حركه او فد شغله قويه. يعني الولد ما شاء الله كلهم محترمين، كلهم مرتبين، ما اعرف عاد شو اقول لك، يعني اكثر من هيك ما اعرف. استاذ شكرا. ينضم معي الاستاذ سالم تكليف من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، حياك الله استاذ. السلام عليكم. حياك الله الاستاذ عيسى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب شنو اخبارك؟ والله بخير استاذ عيسى، شلونك انت؟ الحالات اللي حولت مني استاذ عيسى، اي الحالات اللي حولت فيها بتوجيه سيدي الوزير الدكتور باسم الربيعي، تم الذهاب اليهم وتم شمولهم بالحمايه الاجتماعيه ومن الاستماره من قبل الباحث الاجتماعي. ممتاز، بارك الله بيك، نعمل معا من اجل الناس ومساعدتهم والوقوف بجانبهم. نعم هاي حالات الانسانيه، نعم احنا بخدمتكم. لا العفو استاذ سالم، بارك الله بيك، كثر الله من امثالك، شكرا. انا اليوم عندنا اخونا علاوي كان عنده راتب وانقطع هذا الراتب. شلون نقدر نتساعد من اجل اعاده راتبه؟ ممكن يعني نديهم للدار مستمسكاته ولا على الدار اسحب الاستماره. ممتاز، يمتى يزورك؟ باكر بكره ان شاء الله، بكره انا موجود استاذ علي. رحم الله والديك استاذ سالم، مشكور، بارك الله بيك. احنا كل الحالات استاذ علي، اي كل الحالات بتوجيه الدكتور باسم الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه لقناه الشرقيه واي قناه اخرى حتى التواصل الاجتماعي، يتم الاستجابه فورا لكل الحالات الانسانيه التي لا تستطيع المراجعه الى الدار. بارك الله بيك، شكرا، تحياتنا لمعالي الوزير. طبعا بنفس الوقت اتصل بينا قبل اسبوع على احدى الحالات اللي ظهرت في البرنامج، وقال ان احنا راح نوجه الاخوه للذهاب الى يعني مكانهم، مكان سكنهم. زرناهم وعدينا التقرير ورفعناه لسيد الوزير وحوله على الحمايه الاجتماعيه، وان شاء الله احنا عندنا نسخ من هذه الموافقات سيدي الوزير ان شاء الله اقدمها لكم الى قناه الشرقيه. استاذ سالم تكليف شكرا جزيلا، مدير المتابعه في وزاره العمل، وباكر علي من طرفنا راح يجي لك يزورك في الوزارة. فريق الرصد الميداني ووزارة العمل ومعالي سيد الوزير وخدمتكم لخدمة الفقراء. شكرا، مخدوم، بارك الله بيك، شكرا استاذ. مشكور، مع السلامة. طير رقم هذا التليفون، وينه؟ طير رقم التليفون. أبو حسين باكر. إن شاء الله الله يخلينا من هالباكر. إيه إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله نفرح ويصير عندك راتب يرجع. ونفرح يبقون هنا اهلنا باب رزق ان شاء الله ما يفل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هاي ان شاء الله دعوتك ان شاء الله. هاي تلبس سماعه؟ اي مات معانا هاي الاثنيناتين، بس انا لبست وحده. تريد نجيب لك سماعه؟ كيفك بعد ما ادم نجيب لك سماعه؟ لا رحم الله اعتبرها وصلتك. لا رحم الله يديك. المهم انت سالم. لا رحم الله يديك. انت اريد رقم تليفونه. ما عندك تليفون؟ لا ما شاء تليفون. خذوا رقم واحد قريب من عنده حتى نوصل للسماعه. اجي عمل موجود بالسوق. هلا اختي، هلا اختي، شلونك؟ صباحك الله بالخير. صباح الخير. شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله زين، ماشي الحال. شفتينا بالتلفزيون؟ اي وانا يعني كنت بس ناويه التقي يعني بالشرقيه. ان شاء
تشرف، شنو عندك تحكي؟ طبعا انا بالنسبه لذول يعني سمعت خطيه انه يفتحون شارع انا متاهل من البسطيات، يعني ذول عيشتهم على البسطيه زين، اصحاب عوائل ذول شلون اذا شيلوهم؟ طبعا اكو قسم مالتهم بسطيات وقسم ماجريها البسطيه زين، احنا ذول شلون يعني عيشتهم على البسطيه شلون يعني من يشيلوهم؟ بارك الله فيك على هالمؤازره هاي الحلوه، بارك الله بيك، الله يخليك، بارك الله بيك. هاي اول شيء، ثاني شيء يعني انا عندي هذا، انا هاي شهادتين، شهادتي مال كليه، شهادتي مال دبلوم. انا يعني محاضره حاضر ببلاش ما حد ذو احتياجات خاصه، بس انا صار لي سنه اي، بس انا اريد اشوف يعني ذو احتياجات خاصه بالصليخ، اريد اشوف يعني احنا المحاضر غير سووا لنا شاره يعني مثلا يعني اجور او شيء يعني. هاي مشكلة المحاضرين، شوف اقول لك اختي، من البرامج اللي كانوا الاعضاء مجلس النواب لما كانوا كل واحد مرشح شنو البرنامج مالته، تثبيت المحاضرين، عودة المفسوخة عقودهم، وأزمة البطالة. أبو سيف انا عندك بسطيه؟ ايوه مال جواربات وكولونات وشغلات. الله يرزقك، الله يخليك. انا بس افهمك على شغله، الشارع هذا منا اذا صورته منا نهايته، هذا الشارع هذا هو اصلا هذا الشارع وذاك متروك، يعني اصلا هو لا يأثر على السير ولا يأثر على كل شيء، يعني هو شارع متروك يعني ما له فايده، يجي من ساحه النسور يجي يفتر منا يطلع على شارع الاميرات، يعني هذا ليش ما يفتر منك؟ منك اكو سيطره وذاك هم الشارع مالتنا، خوف شارعنا يعني منتهي يعني هيك ما له داعي، حيل قصير منا لهنا هو الشارع الرئيسي من برا، ما ياثر على السير يعني، انا ما اعرف ليش يفتحوه، ما اعرف ما اعرف ليش يفتحوه، يعني ما ياثر على السير. اصلا بالثمانينات انا شفت بالثمانينات هنا محل كان عندي قبل بالثمانينات، بس وقوف سيارات هو اصلا يعني نجي نوقف سيارتنا ونروح، اللي يروح المحل يروح الشقه يروح للبنك، يعني هسه هذا الشارع اللي واقفين بيه يريدون يطببون بيه سياره؟ منه 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 هيك يطلع منه، بس هو حتى هالشارع هذا ما يستوعب السياره يعني مكان على قد. شكرا عمي حسين عيني، هي هذا يساع يعني سياره واحده 7 مترات، وهاي منا محلات، احنا قبل اسبوع قبل 3 4 ايام خلاوا قطع، القطع البارحه البلديه شالوها، فاحنا من دوركم ريد تسالون المسؤولين، المدير، المعاونه، المعاون المدير زين، شوفونا شارع يعني تسالون ليش شلتوا القطع البارحه، القطع قبل يومين واحنا صارنا يومين هسه داخلين الدار. نعمي ابو حسين احنا صارنا يومين داخلين الدار. عمي شنو دزوك؟ ايه منو دزك؟ قال يوقف التصوير الامر. الامر قال له وقف التصوير. عموما لا احنا نتمتع بالمناخ الديمقراطي الاعلامي، وكل جولاتنا الاعلاميه بموافقه قبل 24 ساعه. لدينا موافقه تصوير بهذا المكان من يوم امس بالتنسيق مع عمليات بغداد وشرطة بغداد، يعني احنا مو نجي حي الله شي نوقف باي مكان ونصور، احنا نتعامل بشكل قانوني ومحترم، فبالتالي لما يكون اجتهاد من اي شخص مسؤول على اي مكان هذا يجب ان يتابع مع المركز. مو بس الشرقيه، كل الاذاعات البارحه مو الشرقيه، الشرقيه كل الشرقيه مسموعه، الشرقيه مسموعه وهي تبث مباشر. المهم كمل زين ابن عمي، ماكو فتت تجاوب، احنا للبلديه رحنا، المدير البلديه ما استقبلنا، رحنا للمعاون ما استقبلنا زين، احنا نريد صوتكم يوصل زين. القطع البارحه شالوها، القطع مال الانذار، احنا بعدنا يومين ابن عمي، احنا عايشين هسه بدوامة زين، بقلق عايشين، اعطونا حل. انتم لازم لكم اتصال ويا مدير ويا معاون، حتى انتم يعني اذا عندكم زين دوركم يعني اتصلوا ويا المدير ويا المعاون، قول لهم يا ابي شنو السبب اللي انتم خليتوا القطاع؟ ما يقابلنا، مو صحيح؟ وهاي كلهم خريجين واصحاب عوائل وكلهم ايجار قاعدين زين، كلهم ايجارات عمي قاعدين زين، هذا السوق شعبي حوالي 3000 قاعد عايشه بهنا عمي، وسوق نظامي زين، واحنا ندير نسوي كل نظافه زين، فاحنا نريد بدوركم عمي استاذ علي توصلون كلامنا للمدير للمعاون زين،
واحنا الناشد رئيس الوزراء، الناشد رئيس البرلمان، الناشد المرجعيه، زين ان توصلون صوتنا زين. عمي قواك الله. السلام عليكم. شلونك؟ الله يخليك استاذ علي. ابو حسن والنعم. اسلمك عيوني استاذ استاذ علي. من من بغداد، من عبد البياع. اي استاذ. زين بخير ان شاء الله. طبعا. الحمد لله. بس كهرباء وطنيه يعني تجي هرتزيه مالتها 170 180 وما يشتغل كل شيء. ما يتحمل ال صار لنا ثلاث شهرين على الحال. الله شاهد رقيب. ونخابر وماكم وتجيب ماكم وعين. لو هي هاي تحرق القلب. عندك وطني وما تقدر تشغل سبعين. اي والله اي والله اي والله اي والله. ما موجود احسن. اي والله صحيح. وانا اسم الله عليك مسوي عمليه ما زرع كله بحادث. سلمك بارهاب 2007 تهجرنا وظليت انحصرت بمنطقه بالبياع 20 يوم صعد ضغطي ووقفت كلياتي اثنيناتهن. هسه شكوتي كلش بين شهر وشهر استلم حصه مع الدواء من مستشفى الكرامه. وهاي عندي المركز العلاوي. طيب هذا المركز هاي مال زرع الكلى. طيب اي فاني كل شهر 300 الى 350 بين تحاليل وبين ادويه وبين فحوصات. الله شاهد رقيب. زين وعيشتي على الله. وعلى عندي هنا بسطه صغيره وهاي هنا معيش يعني صحتي وشويه عائلتي. كان عندي راتب مره عايش اجتماعيه 90,000 قطعوا علي. اي كان يقول يابا انت ما بيك شيء. قلت له يابا انا هاي عمليه 400 تسوي، اثنين باربيل وواحده بالشهيد عدنان وواحده باليرموك. وادويتي ب 300 350 الله شاهد ورقيب. وكل شيء ماكو بس هاي هنا البسطيه. وهسه سمعنا يعني قبل ثلاث ايام اربعه خبر قالوا حيشيلونه. زين ابو السحب يريد عندي 100. العلاج يريد منك 300. الايجار العلاج 300. زين انا وين اروح بعد يعني وين؟ احنا انا عمري من 2004 قدمت على العائله الاجتماعيه على تعيين وما طلع لي. زين عمري 41 سنه. زين انا عراقي لو 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 مو عراقي مثلا يعني انت شو تشوفني؟ عراقي انا استحق اعيش ببسطه. ما اريد هسه راتب فد مليونين وثلاثه بس بدي ياخذون بالحكومه. واحنا ما نريد بس مجرد اعيش بهاي البسطيه. كل شيء ما اريد عندهم. وانا اطلع ادويتي حتى لو الكرامه ما تنطيني بين شهر وشهر انا اطلع ادويتي كل شيء ما اريد. فريد صوتي يوصل للاستاذ سعاد والمسؤولين من اكبر مسؤول لاقل مسؤول بالعراق. زين وشاكرك استاذ علي رحمه الله. انا اتعرض لارباك وتشويش على عملنا من قبل تدخلات قوات بالتصوير. عمي عمي قواك الله. قوى حيلك ابو حسين. الله يحفظك الله يسلمك. استاذ علي هنا اكثر الشباب او اكثر العوائل. عمي شلونك؟ عمي خلينا نشتغل رحمه لوالديك. احنا على الهواء مباشره. شفت احنا شنو قلنا؟ يقول هسه يلا تاكدنا يلا انتم عندكم موافقه. احنا ما نعمل باستهتار ولا نستغل جماهيرية ولا نستغل جماهيرية هذا البرنامج أو برامجنا الأخرى. وهذا احنا نحترم القانون وأول من يطبق القانون وأول من يحث الناس على احترام القانون من خلال الشرقية. نعم لدينا أخوة وأصدقاء وعلاقات ولدينا محبة وتتجمهر الناس عندما تتواجد الشرقية في كل مكان وبأي صوب واتجاه. كل هذا ثقة وهذه الثقة احنا ما استغليناها بل احنا نستثمرها لنعطي رسائل ان القانون متواجد. طالما احنا نتمتع بهذا الجو والمناخ الديمقراطي الاعلامي قررنا ان لا نتواجد في اي مكان الا ان تكون موافقات قبل 24 ساعة بالاتصال مع نجدة بغداد وشرطة بغداد وقيادة عمليات. بالإضافة هذا المكان في أي محافظة تواجدنا نتصل. إحنا ما نريد الحماية إنه لأن إحنا وسط أحبتنا وناسنا هم حمايتنا وهم أهلنا وإحنا بخدمتهم ولكن للإطلاع والعلم. فلا تتخيلون إن إحنا نجي بأي مكان من غير علم أو ما شابه. والله ما وراء القصد من هذا الكلام لأن إحنا يعني قريبين على هذا. ونشوف في بعض الأحيان الناس تستغل مهنتها وممكن من أجل الصراع والما شابه وكذا ممكن يجي ويحط كاميرته في أي مكان. لا احنا بموافقات وموافقات رسمية. آسف عمي. براحتك أستاذ علي. أستاذ علي هنا الشباب والموجودين البسطات البسطة لا تصورها عائلة واحدة
عائلتين او ثلاثه او تزيد اكثر. زين بيها عوائل اجارات قاعدين باجار اللي ب 500 واللي ب 600. انت هذا ابو البسطيه من تفلشت البسطيه مالته وراح ما يعرف وين رزقه وين، والرزق على الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. من راح يقعد صحيح لو لا؟ زين انت حاسب له انه هذا الاجار مالته منين راح ينطي؟ شهر شهرين ابو البيت ينتظره صحيح لو لا؟ مو بس ايجار، هاي واحد هاي واحد هاي مثل القلق مو بس عندها الناس، هاي كون على ثقه. القلق عند العوائل عند الناس كلها القلق صار، عند الطفل وعند الرضيع، الرضيع يريد حليب، المريض يريد دواء، ابو الاجار مشاكل هوايه استاذ. فاحنا انت مشكور ان وصلت صوتنا هذا، مشكورين. احنا بدنا نشكر قناة الشرقية ونشكر كل القنوات الفضائية اللي وقفت مع سوق غازي محلة 601 زقاق 2 وزقاق 27. نشكر السيد قائد عمليات بغداد، نشكر السيد آمر اللواء 154، نشكر آمر الفوج، نشكر آمر أمراء السرايا اللي تعاونوا من 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 السقوط من يعني مدة 16 سنة. وهاي الشريحة اللي موجودة وذول الخريجين اللي موجودون، حتى اللي شاهد المرجعية الرشيدة يوم خطبة الجمعة قالت اهتموا بالشباب، اهتموا بالطلبة، اهتموا بالخريجين، لا تخلونهم يظلون يتابعون التواصل الاجتماعي، لا تخلونهم ملتهين بالتلفزيون. يعني هاي الشريحة وهاي الناس وهاي الشباب الخيرة وهاي الشياب إذا لا سمح الله يعني لغوا السوق مالتهم، وإن شاء الله هذا شيء بعيد نتمنى من السيد دولة رئيس الوزراء، السيد رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية، قائد عمليات بغداد مشكور أن يحضر يكلف نفسه ولو 10 دقائق 5 دقائق ويجي يلتقي بهاي الوجوه الخيرة وهاي الوجوه الطيبة. يعني الناس مقتاتة على هذا السوق يعني من سنين. زين ايه، فندعو يعني أن تنظر بعين الأب. يعني احنا ولده يعني وين نروح؟ يعني وين نقتات؟ وين ماكو يعني شيء بديل حتى؟ وهذا الشارع ما يأثر. يعني اذا فتحوا منا السيارات هي مفتره منك، يعني خل السائق يتاخر لثلاث دقائق اربع دقائق يعني، وراح يقطعوا رزق الناس، والناس تعبانه، والناس بهذا الحر هذا الحر الشديد اليوم درجه الحراره 47 استاذ علي، يعني كيف يعني راح يقدر يشيل غراضه ويتحول الى مكان اخر؟ اصلا مكانات ماكو يعني ابد، خلاص راح يروح يبصر، عائلته راح تقعد كلها عندها معامل وكلها عندها اطفال، يعني وتنتظر العائله من يرجع الاب شايل العلاقه مالته. هذا يشتغل على المدى يطلع له القرطاسيه، هاي عطله. شكرا عمو، شكرا قناه العراقيه البارحه هم استجابت، وشكرا لكل القنوات الفضائيه اللي موجوده البارحه، ونشكر استاذ علي انت مشكور، يعني انت ابو الطيبات اللي تفتر. ابدا احنا بخدمتكم، تحمل كل الحر، تتحمل الحر بخدمتكم. شكرا عني، شكرا جزيلا. اكثر دا يشتغلون نسوي انا طلاب، والطالب اذا تساله ليش دا يشتغل على المدير لم له كم فلس دا يشتري له قرطاسيه، هي عطله. اكثرهم طلاب جابين ولدهم لان الاب ما دا يكمل العيشه، هم الطفل وده يشتغل بنفسه، لا شغله بشمبر ولا غير شمبر. زين هذا هسه اذا خلص العطله مين يجيب كتب؟ كتبه يطويها مشققه، دفاتر ما عنده، غير يجمع له كم فلس دا يشتري له قرطاسيه له، وما عدا دروس خصوصيه وما عدا كل شيء وايجار والمدار كل شيء. هاي يعني هذا طالب مين يجيب؟ هذا طالب كلهم اكثرهم طلاب صغار، بس هسه قاعدين بالبسطيات اكثرهم ما يجون. زين ذول مين يجيبهم؟ استاذ علي اسمح لي. الباب مفتوح يوم خالف بيك تحت لك. منو؟ مقدم عامر. السلام عليكم مقدم عامر من عمليات بغداد، مدير اعلام عمليات بغداد. السلام عليكم استاذ ورحمه الله وبركاته. استمع جنابكم. الحقيقه نشكر قناه الشرقيه الفضائيه. شكرا. حصلها من تليفوني. استاذ تعال، احنا ذا المهله للخميس، يعني هو مثلا من يقول الخميس ان الباب مفتوحه، بس معني احنا مهلتنا عقب باكر تخلص. نعم. عرفت شلون؟ يعني الثلاثاء احنا نخلص، يعني تخلص مهلتنا. فكيف احنا نروح يوم الخميس؟ يعني مثلا ما اعرف. الان بسرح من الوادي، برده ورا. تفضل. السلام عليكم. داود. خابرم تليفون. داود خابرم هو شوي ثاني. استاذ عامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. <تصفيق>
نعم بس نصينا صوت التلفزيون واسمعني بس من التليفون حتى الوقت لين خلص. صحيح. تحيات السيد القائد وتحيات عميد قاسم مدير قسم الاعلام. نعم نعم تحياتنا للاستاذ قاسم. تحياتنا جدا لجنابه. نعم والحقيقه المقابلات السيد القائد مفتوحه يوم الخميس ب 8 الصبح. نعم المهله اللي هم منطيهم اياه الى يوم الثلاثاء يعني ما يتحمل الامر حتى يوم الخميس بعد ليومين. مو تدري سيد القائد اشغال واجبات عنده، احنا مقابلاتنا يوم الخميس ب 8 الصبح، يجي يتفضل اي من الموجودين اشخاص واحنا حاضرين. طيب انتم منطيهم مهله، يا ريت انه نرجع باتصال مع السيد القائد يتريث وينطيهم مهله حتى اللقاء بيهم، هذول عوائل وبالتالي هم ينتظرون. يعني احنا اليوم قاعد نحكي وياك درجه الحراره اكثر من 47. نعم نعم. دول رزقهم وما عندهم رواتب، طلاب ومرضى، فكلهم عوائل. نعم نعم ان شاء الله احنا ننقل الكلام والاشخاص اللي يمك سيد القائد ما يكون قاتلكم الا طيب ان شاء الله. شكرا، انا انتظر من جنابكم موقف حتى نبلغ الاخوه. وتحياتنا لاستاذ قاسم. نعم. والتحيه خاصه للسيد المحترم قائد عمليات بغداد. نعم اشكرك عيني استاذ علي قاضي قدم البرنامج كلام ناس. شكرا شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا هنا من 87 تقريبا 89 انا هنا اول شنبر بالسوق جامع العبيدي. هذا كانت شارع كله ماكو جنابه. هاي كانت بيوت، هذني المحلات كلها كانت بيوت، صارت محلات تجاريه. ذاك الشارع الثاني اللي ورا مسام العبيدي هم كانت محل بيوت كلها وشقق سكنيه. لغه الشقق السكنيه انطوهم الامانه، انطوهم على اساس كلها محلات محلات تجاريه. ذاك انا بوقتها يعني من 89 اول احراني من الستينات انا موجود هنا. هذاك الشارع ذاك اساسا كنا ندخل سياراتنا لبيوتنا. هسه بيوتنا كلها صارت محلات، صار سوق. صار سوق تجاري. المرور العام من جت يعني خريطه طبيعه المكان اصلا تغيرت. اصلا هو شارع خدمي مو شارع جغرافيا ولا هذا الشارع. اسمح لي هذا الشارع موقع هذا الشارع الموقع اللي تطعد منه انا من شارع الاميرات على شارع هذا اللغه. لو هسه شباب باشر على مرور عامه يقول لك انا ما بفتح زخم منه انا على ذاك على وي ساحه النسور. هو بلش بدل ما بفتح ساحه النسور هذا زخم عليه. ثانيا هاي كلها بيوت كانت صارت محلات تجاريه. زين صارت محلات تجاريه علي من تفتحها. زين ابو السيطره يقول هاني هذه لا بفتح لها وكرا لازم احول سيطرتي. هذا اولا. ثانيا هذا الشارع ما يخدم ترى الخدمات العام. لان هذا راح يصير زخم على الاول والثاني. زين والعالم ترى كلهم صح كسبوا ما حد لا راتب لا شيء كلهم مرضى. احنا السوق انا 89 انا صار لي 37 سنه ترى بالسوق هنا. هو اللي جايب الحار وقلبه هذا بزمن احمد حسن بكر انا احكي لك الواقع. هذا صار السوق شنو هذا كان احنا واحده وبايسكلتيه فنشرتي وبخضر هنا. هذا السوق كله سيارات ما تعبر ما كانت تعبر. كانت مدرسه المعالي مال منصور بس الطلاب طالبات يطلعون من هنا وهاي هي ولغول الشارع. زين انت هسه على اساس تفتح على اساس لا هم الزخم يصير منا ولا منا اللي يدخل لنا. زين وذاك الاخر الشارع خدمي البيوت كلها لغت صارت محلات تجاريه حل باقي الاسواق. هسه سوق العلاوي مثل سينما بغداد مو سوى لهم طاق. هو دا يقول عمليات بغداد دا يقول لنا شيل الصبات. القرار يقول شيل الصبات. الصبات من الشيله هي وصبتين اشيله احنا نتبرع بالسوق كله نسوي له طاق. البيبان هاي غير يوم مسجد حليب هذا نتبرع نسوي له طاق واحس الاصول وحضاري. هو هسه باع السوق كله حضاري مو تقول يعني كعور ولا شيء. ما بي فوضى ما بي مشكله ما ماثر على النفايات. يوميه الواحد هنا 10,000 العامل كله كله والله العظيم. زين والله هذا 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 من عانه هو واخوه ماجرين. نعم ماجرين ب 600,000 ماجرين ب 600,000 يشتغلون هو واخوه 10,000 10,000 من 9 الصبح لل 9 بالليل. والله الله شاهد على كلامي. والله متحمل الحر متحمل البرد. والله فلوس جمعنا له من ذاك السوق حتى نشتري هدوم للعيد. والله زين والله العظيم يعني خليه يشوفون حالنا. هذا علاوي تعال علاوي اساله انت قل له انت من ايش وقت بالسوق هنا؟ اساله قل له انت من ايش وقت عمي قواك الله عمي ساعتك شلونك شو اسمك؟
ايه علي جبار والنعم علاوي. الله يحفظك. تشتغل هنا تبيع كنينس ها؟ اي والله اشتغل كنينس وراتب ما عندي من الرعايه. ايش قد العجز مالتك يا عمي؟ ها؟ ايش قد العجز مالتك؟ 95%. لعد ليش ما عندك راتب؟ والله ما عندي كنت على الوقف السني بعدين شالوا قالوا لي انت ما مستحق. هذا نحسب للعلام. استاذ علي بالنسبه للاخ اكو شخص اسمه ايهاب هو متكفله وانا مرات اساعده. طيب الاخ من هو طفل تعرض لحادث من عمره 5 سنوات وخلي يسمعون اهله تركوه واحنا اللي متكفلين. وين عايش عمي هسه؟ والله عمو عايش بشقه بحدي يم النقطه اجرنا له شقه حي الجامع يمنا بقى الشرطة. باكر يروح ويا علي وتتصل على هذا الرقم اللي انطيناه واحنا اتصلنا الان بوزارة العمل وانت واخونا ابو حسين. تعال علاوي تعال ابو حسين من لطفك باكر تقدر تاخذه وياك. انا وديهم انت علي وهو علي ها ترحون باكر لسيد سالم ايه اللي خبرناه قبل شوية. ايه ماشي عمي. ايه وحتى نتابع يلا استاذ علي الله يساعدك. احنا نشكر قناتكم السباقه دائما بالحدث وانت متفضل على العراقيين كل بعدين هذا انا خادم وكل احنا خدمتكم وهذا ارفع عليك لا تقولي بشوف وضعيه الشباب عوف الشباب وشوف هاي الناس الكباريه همينه. احنا الناشد كل من مسؤول بهاي الشغله اللي صارت الناشد رئيس الوزراء الناشد الحلبوسي الناشد الست علوش شو رأفي بحالتنا. هذا شارع اول شغله مو قائد عمليات بغداد قائد عمليات بغداد شارع مو سكني شارع دشوفه كله تجاري واحنا هنا صار لنا 15 سنه صار لنا ومسترزقين وهاي دشوف الحمد لله والشكر الريد يرفون بحالنا يخلونا يعني شارع صبات يشيلوها على عيني وعلى راسي. هذا امر من قياده عمليات بغداد ان شاء الله ما بيش ان شاء الله الصبه خلت عاربه. هذا شارع استاديو وبعد اشوف مساحته صغيره وهاي محلات يعني اذا طب السياره لهنا معناتها قنبله موقوته للعالم قنبله موقوته. يعني هسه من الناس انا اذا اروح السوق وقصيف وبي شارع ويا عائلتي ما طب صح لو لا حتى اهل المحلات انقطع ارزاقها. احنا نريدهم يرفون بحالتنا وشكرا لك. شكرا رحم الله والديك استاذ. نشكر جهودك استاذ علي على العمل. لا احنا بخدمتكم. احنا نريد شيء جذري نهائيا مو بس هنا يعني اذا مثل ما جيتنا اليوم ان شاء الله تتوكل تروح لامينه بغداد تحكي وياها تقول لها ريد شيء حل نهائي مو بس هنا. انا بدي احكي وياك انا بسطياتنا مروات تذكرنا قبل 3 سنوات جابوا لنا العملي جابوا لنا اشكال الوان ناس في سبيل يعزونا عبرنا عبور الشارع شافونا اشتغلنا شويه عبرونا قال عزلوا. قلت له اذن السالفه مو تطبيق قانون قطع ارزاق. قال لي شو السالفه؟ قصديه مثلا تدري ليش؟ لان اغلب المولات المسؤولين الاحزاب احكي الكلام لك ايران مسؤول عن كلامي. يعني المولات لازم تشتغل اغلاق هذا السوق بصالح المولات؟ طبعا احنا الرواد عندي عشرك بسطياتين من الرواد من ضربه عدي قبل لا ينضرب عدي احنا هناك موجودين فيا ريت واجهها. شكرا. هلا ماما شلونك اخبارك؟ طيب يوم 11 التقيت بيك على مود الشهيد ابني مال ضحايا الارهاب فوصلت يعني فوصلت للاستاذ حيدر ها عيني حيدر اليعقوبي اليعقوبي رحم الله والديك بس ما صارت لازم للامن الوطني هم نسوي لك موعد بالامن فدوى العين لا بخدمتك ماما وصلنا وياكم الى اكو فد نقطه قبل النهايه فدوى العمر الان هسه راح اخلص المده اللي طونا اياها كلها 5 ايام نطونا مده زين احنا مطلوبين من السوقين تدربين اجانا عيد ومسوقين ومطلوبين للشورجه ومطلوبين للدنيا كلها هذا بالشورجه حقه يقول لك انا ارد فلوسي شيلوك ما شيلوك شعلي يعني. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا كنا متواجدين وياكم من احدى اسواق بغداد تحديدا في المنصور كرخ. الآن الأمر واضح لدى الجميع مشكلة الأخوة أصحاب البساطي بهذا السوق هذا السوق القديم يعني هو مو وليد اللحظة مو سنة وسنتين وسبب عيشة الكثير من العطالة بطالة لا شغل ولا راتب ولا مدخول شهري قضيتهم أصبحت حتمية من أجل إغلاق أماكنهم وبظرف 5 أيام فقط يعني هذا ما من الممكن يجب أن تكون هنالك خطة عندما تغلق أسواق بهذا المكان سوق كبير
يرتاد الكثير من العراقيين يغلق بهذه السرعة، لازم أكو خطة وراها. ما هي الخطة؟ لازم أكو بديل، لأن إحنا اللي قاعد نشوفه كلهم شباب وهو مدخول يومي. القضية أصبحت واضحة أمام دولة رئيس الوزراء وأمينة بغداد وقائد عمليات بغداد، وفي حال وردنا أي قرار أو ردة فعل من الجهات المسؤولة حول هذا الأمر سنتواصل مع الأخوة، وإن كان الأمر ممكن نكون متواجدين مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى نجد حلول لأصحاب البساطي بعموم العراق. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، ألتقي بكم باكر على حب الله والوطن.